وسط قطاع غزة لا زال مشتعل بالغارات الإسرائيلية المستمرة التي لم تتوقف على وسط القطاع بالتحديد خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي قام قبل لحظات من الآن بارتكاب مجزرة جديدة بحق عائلة الباز بالتحديد في منطقة النصيرات، وهي المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة. وصل قبل قليل سيارة أو حافلة موجود فيها 12 جثة، ومنهم أطفال ومنهم أيضا نساء، جراء هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المنزل في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة. سبق هذا الأمر غارات عدة مكثفة، ولكن هذه الغارة بالتحديد كانت فوق رؤوس ساكني منزل عائلة الباز. هناك مفقودين كما قالت لنا المصادر الطبية، وكما قال لنا بالتحديد سائق سيارة أو الحافلة التي قامت بنقل جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، وقال بأن هناك أكثر من 40 شخص تحت أنقاض هذا المنزل. هذا الاستهداف يعني بات صورة مشابهة لكافة الاستهدافات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وفي كل استهداف هناك بصمات تترك في هذه الغارات الإسرائيلية. مثلا هذه الدماء التي نشاهدها في هذه اللحظات هي دماء حديثة قد سقطت الآن أثناء وصول سيارة الحافلة إلى مستشفى شهداء الأقصى. ولو أردنا القول بأن الدماء التي تسيل في شوارع قطاع غزة، باتت كافة شوارع قطاع غزة ملطخة بالدماء جراء الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف. نتحدث عن مستشفى شهداء الأقصى، سبقه أماكن أخرى، نتحدث عن المنطقة الوسطى، النصيرات، دير البلح، البريج، المنطقة الشمالية، والعديد من المناطق التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافاته التي لم تتوقف، والتي يمعن الاحتلال الإسرائيلي فيها بسفك دماء الفلسطينيين، الذي هذا المحتل الذي لا يفرق بين محتل أو عفوا بين كبير أو صغير، ولا يفرق أيضا بين رجل أو امرأة. كل ما هو فلسطيني هو مستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدفهم بالطائرات الحربية، بطائرات الاستطلاع، أيضا القذائف التي تطلقها الدبابات الإسرائيلية، وأيضا الزوارق الحربية. هذه الاستهدافات تخلف العديد من القصص والروايات الإنسانية. مثلا معنا أحد الأشخاص الذين قد أصيب ابنه واستشهد عدد آخر من أولاده. الآن يعطيك العافية، أنت حكيت لي أنه في شيء حاب تناشد فيه. صحيح، شو هو؟ جيراننا وولادي اثنين استشهدوا، وما ظلش إلا ابن في المستشفى له من 19/10 في غيبوبة لحتى الآن. وإحنا بنناشد جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يستقبلونا في مصر للعلاج. طيب ابنكم لما تم استهدافه أول شيء عظم رجلكم مش ابن الاستهداف؟ نعم، استهدفوا بيت جيراننا، وإحنا بيننا وبين جيراننا مترين، وبيتنا تدمر خالص، ما ظل في مكان يصلح للسكن، وإحنا الحين عايشين في المستشفى مع ابننا عند ابننا المصاب. كم واحد استشهد عندكم؟ كم واحد تصاب؟ استشهدوا عندي أنا خلفتي 4 أنفار، استشهدوا ولد وبنت، والصاب الولد الحين اللي هذا في العناية المركزة، اللي بناشد فخامة الرئيس إنه يطلعنا إياه على مصر للعلاج، واستشهدت عندنا كمان بنت في والصاب، وكان في عندنا نزلة تانيين الصاب وفي الهيوم في المستشفى لحتى الآن. الله يكون معكم وربنا يصبركم إن شاء الله شفاء تام لابن هذا الرجل الذي قد فقد هذا العدد من العائلة، وأمله الآن في هذا الابن بأن يبقى على قيد الحياة بعد أن بقي في مستشفى شهداء الأقصى بالتحديد في العناية في منذ 19 من الشهر الماضي حتى هذا اليوم. هي محاولات يقوم بها الفلسطينيون بأن يكون هناك أمل جديد لأن يبقوا فلذات أكبادهم على قيد الحياة مع هذه الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف على قطاع غزة. ما رأيناه هو هذه المناشدة، هي حالها حال عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف ممن يبحثون عن طوق نجاة لانتهاء هذه المعاناة. هناك آلاف منهم من المصابين
الذين أصيبوا بإصابات خطيرة وحرجة جدا وعلاجاتهم ليست بموجودة داخل قطاع غزة، فبالتالي من الضروري أن يكون هناك علاج خارج قطاع غزة. وهنا نقول بأننا لو فتحنا مثلا باب المناشدات فقط من خلال عادة الغد فهذا أمر سيكون كبير جدا 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 ولا يمكن استيعابه، نظرا لأن هناك مناشدات عدة، الجميع يحاول أن يبحث عن طوق نجاة يكون من خلاله أن يكون هناك استمرار لحياة فلذات أكبادهم، خصوصا نتحدث عن الآلاف من المواطنين الجرحى المنومين داخل أقسام العناية المكثفة والأقسام الأخرى، ولكنهم بحاجة ماسة لعلاجات وإجراءات طبية جراحية غير موجودة في قطاع غزة المحاصر بكافة الصعد، وعلى رأسها عندما نتحدث عن المنظومة الصحية المحاصرة منذ أكثر من 17 عام.